دكتور، بداية، كل هذا القدر من انتشار وتفشي المخدرات في المجتمع ولنا جهة تسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ما الذي تعملونه؟ هو الحقيقة يعني الحمد لله يعني هي كإدارة عامة لمكافحة المخدرات قائمين بواجبنا يعني بما أوتينا من جهد وإمكانيات، طبعا تحد دائما من قدرتنا على الانتشار وعلى ان احنا نكون في مستوى ظاهره زي ظاهره المخدرات، لان احنا لا ندعي ان احنا يعني تمكنا من السيطره على هذه المشكله، لكن في الحقيقه في تغييب للمواطن الليبي وفيه غياب للادوار والمسؤوليات في الدوله الليبيه. اولا احنا مش بروحنا، احنا دائما الشماعه اللي يعلق عليها فشل المجتمع واخفاقه في كثير من النقاط المهمة جدا والدوائر المهمة، يعني فشل الدولة اللي ما إلى يومنا هذا، ونحن نتكلم من 15 سنة ما فيهاش رؤية وطنية ولا استراتيجية وطنية، فشل مؤسسات الدولة الأخرى اللي مسؤولة عن مشكلة المخدرات، يعني تعاطي وإدمان مشكلة المخدرات وتفشيها في المجتمع الليبي انعكاس لفشل منظومة قيمية أخلاقية، لفشل منظومة تربوية، لفشل منظومة تعليمية، لفشل منظومة دينية، لفشل منظومة الدولة المؤسساتية، وهذا حقيقة. يعني احنا رانا نتحمل مسؤولية 30% من الظاهرة، وهذه بمعادلات دولية وفق منطلقات دولية وقواعد دولية، لأن حتى احنا جزء من هذا العالم، يعني نتأثر ونؤثر، وهذه المخدرات راهي مشكلة عالمية ومشكلة معقدة وبالغة التعقيد، لكن ما كانش المفروض يكون أو تكون هذه المشكلة بهذا السوء وبهذه الكارثية في مجتمع زي المجتمع الليبي المسلم اللي يقولوا أن فيه مليون حافظ، الله أعلم يعني. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتحمل فقط 30% من المشكلة، 70% مسؤولية باقي مؤسسات الدولة، مسؤولية الأسرة في تربية وتنشئة أبنائها، مسؤولية التعليم في التربية والتعليم، مسؤولية الدوائر الأخرى، الشباب والرياضة، العمل، لأن لو نرجع لأسباب تعاطي المخدرات ممكن يعني نتعرضوا لها بإسهاب حتى بعدين، لكن كويس. أنا بنقول لك أنا مش في موقف الدفاع عن إدارة مكافحة المخدرات، رغم أني يعني أتشرف بالانتماء لإدارة مكافحة المخدرات وأنا أحد أعضائها ولنا باع طويل، رأي في تضحيات في إدارة مكافحة المخدرات، رأي في ضبطيات، لليوم في ضبطية، رأي في جهد وفي نكراندات وفي عطاء وفي تضحية وفي شهداء سقطوا في المواجهة مع عصابات المخدرات، ورأي الحرب على المخدرات حرب غير تقليدية، أراه في العالم الآن في حاجة اسمها قوات مكافحة المخدرات. قد تكون هناك جهود بالطريقة الخاطئة وبالتالي لا تؤتي نتائج مضمونة، ولكن عندما نتحدث عن 30% فقط، يعني لا معلش جهاز إدارة مكافحة المخدرات أسس من أجل مكافحة 30% من الظاهرة، معلش أعرفهم مش غير جهاز مكافحة المخدرات، حتى وزارة الداخلية مسؤولة على 30% من الأمن فقط، هذه حقيقة يعني لابد أن يفهمها المواطن، يعني الأمن يعني لا يتجزأ، يعني مشاركة المواطن، وعي المواطن، انتماء المواطن، مساهمته، تعاونه، هذا كله يؤدي إلى خفض الجريمة، إلى خفض ما الذي تحقق من 30%؟ لكن معلش لكن خلينا نوقف أن الخطأ في المواجهة، احنا ما أخطأناش في المواجهة، ولا نقولها وبكل يعني وإحنا رأسنا مرفوع، الحمد لله عندنا كوادرنا وعندنا خطتنا وعندنا رؤيتنا، صحيح تقف الإمكانيات عائق، صحيح عندنا عراقيل، صحيح عندنا مشكلات، عندنا مشكلات مع القانون اللي لم يحدد، عندنا مشكلات مع منظومات أخرى مساندة لنا في العمل، يعني للأسف الشديد أيضا لم تفعل المواجهة، المفروض بالدرجة الأولى تكون مواجهة اجتماعية، دائما مكافحة المخدرات هي الشماعة اللي يعلق عليها فشل المجتمع في وإخفاقاته في التربية، في التنشئة، في إيجاد بدائل للشباب.